جندت مختلف الأطقم الإدارية العاملة بها وعملت على عقد لقاءات تنسيقية تواصلية مع السادة رؤساء مراكز الامتحان ومع السادة مراقبي جودة الإجراء. وأحيطكم علما أن عدد المراكز بالإقليم هو 13 مركزا موزعة كالتالي: 4 مراكز للمترشحين الأحرار و9 مراكز للمترشحين الرسميين. من بين هذه المراكز المخصصة للمترشحين الأحرار هناك فضائين مفتوحين، ويتعلق الأمر بالقاعة المتعددة الرياضات ببلدية الحجم والقاعة المتعددة الرياضات ببلدية توشطات. وموكبتها كذلك للتدابير الاحترازية والوقائية، قامت المديرية بتوفير كل المستلزمات الصحية من كمامات ومن معقمات كحولية ومن آلات كشف درجة الحرارة لمختلف المتدخلين على مستوى مراكز الامتحان. كما أشرت، فمن بين المراكز المعتمدة بمدة الحجب هناك فضائين مفتوحين، ويتعلق الأمر بالقاعة المتعددة الرياضات ببلدية الحجب والقاعة المتعددة الرياضات بتوشطات. ويعود سبب الاختيار هذه المراكز إلى ما توفر القاعات من تباعد اجتماعي بين المترشحين، مع العلم أن عدد المترشحين داخل هذه الفضاءات يجب أن لا يتعدى 120 مترشح، وهذا ما تحققه فضاء الحجب أننا ما كنتجاوزوش 114 مترشح في هذه القاعة هذه. بالإضافة أن القاعة ديال توشطات فهي تحتضن 76 مترشح من فئة المترشحين الأحرار، بالإضافة إلى فئة المترشحين الرسميين يقدر العدد ديالهم 56 مترشح. بخصوص المراقبين داخل هذه الفضاءات، فكما تعلمون أن في داخل القاعات العادية كاين عندنا مراقبين لكل 10 مترشحين. بالنسبة لهذه الفضاءات هذه فعدد المراقبين هو مراقبين لكل 20 مترشح، وبالتالي إذا هذه الفضاءات هذه كتمكننا من التقليص ديال هذا العدد ديال هذ المترشحين داخل الفضاءات، بالإضافة إلى تقليص في عدد المراقبين في هذه الفضاءات. بالنسبة للطاقة الإيوائية كما كتعرفوا في لي نورم ديال القاعة المتعددة، فإن الرقعة ديال القاعة كتكون تقريبا 44 في الطول و22 متر كاري في العرض، يعني يعني الطاقة الاستيعابية ديالها قد تصل إلى 200 مترشح داخل القاعة بمساحة تقدر 4 متر كاري لكل مترشح. وحنا بطبيعة الحال ما كنجوزش هذا السقف ديال 200 مترشح، بل في جميع الفضائين المذكورين لا تتعدى الطاقة الاستيعابية 120 مترشح. وشكرا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.